عمرك يا رب، وسع صدوركم بالعافيه، امين علينا السرور والسعاده والبسمه لابطالنا ولنا، واسلوبكم ما شاء الله وثنائي مرح، الله يبارك لكم في العالمين واوقاتكم وذرياتكم وصحتكم يا رب العالمين. اللهم امين. الله يبارك لك يا طول عمرك، الله يسعدك الدنيا والله. يما والله اني استحيت لو تختار عبد الله الحين انا ما عندي مشكله. انا اختاري التاكسي الاصفر واوعدك وعد اني راح اعطيك الاجابه، ما راح اعطيك السؤال. اسمع لي يا علي نورة، لا لا لا، عشان صحة طول بعمرك وعبد المحسن وما يرتفع ضغطه نختار الشمراني. ونعم ونعم والله خذي والله. اقول لك وانا ترى هنا فيني سكر المعلوميه، اقول ايه الله يشفيك وسكر راح انا بدي المستشفى تعال اجمع عليك والله العظيم معلك. انا انت اقول لك اختاري الشمراني، بعدين الشمراني هل عنده غيره؟ اختاري حي عنده غيره، امي ما عنده الا انا. اختاري حي اختاري حي اختاري حي يمكن على ترتفع. اي ما عليك فيه ما عليك فيه اختار. يلا عندك الاحياء هذه موجوده قبل. يلا يا اختي نوره ايش اللي باقي من الاحياء؟ ايه الصحافه، العالم، النقل، الغدير، الصحافه. امشي يا السؤال، ركزي معنا ركزي معنا. عندك السؤال يقول، يلا طلع لنا السؤال الاخت نوره، الله يبيض وجهها ويزاخر على كلامها اسرع اللي يعني يشحن الهم. اسكت اسكت عشان اوديك تعالج السكر لحظه شوي. من الاكلات الشعبيه في مدينه ابو ظبي عاصمه الامارات، الجلاميت، المصالي، البلاليط، ها معروفه. اعيد السؤال لو سمحت. من الاكلات الشعبيه في مدينه ابو ظبي عاصمه الامارات، الجلاميت، المصالي، البلاليط. يلا يا نوره باقي 10 ثواني. يلا الوسطى قول شو اسمه. اي واحده قلتي الاولى؟ طيب ما يخالف عشان بودي الرجال هذا مرض سكر بودي خلنا ما اروح. انا طبت انت اللي جاك الضغط الحين، ها انت اللي جاك الضغط. انا عندي دوخه. الاجابه خاطئه والحمد لله. شكرا الاخت نوره، انا متاكد انها جاوبت غلط علشان انت فيك ضغط ما تبغى ترفع ضغطك، وانا دريت ان عندي سكر قاعد اجاوب غلط. اقول لك عطنا الاجابه الصحيحه اللي كانت تقول اخت نوره يعني بس رفقه يعني اخت نوره. اوجه لك رساله صراحه، الله يحرم وجهك على النار وجميع المشاهدين الكرام. يعني هذا الشعور اللي ظهر الان من اخت نوره يا اخي، بعض الاحيان يعني ما شاء الله تبارك الله والله العظيم والله كلامي يشحن الهمه. الحمد لله صدق. انا الحين لو اقعد اقدم لهم بكره ما عندي مشكله صدق، اشهد بالله. وهذا يعطينا درس في الحياه، يعني كل خير يا اخي للناس، ما يعني تخسر اي حاجه في الحياه. صحيح ممتاز. ليس لي مقصد انكم تتصلون تقولون الكلام، لا والله ما همنا، بس انت في جميع حياتك استخدم هذه المهاره مع الاخرين دائما. صحيح اثرها يعني تاخذ اجر ممتاز، وتشحن همة اللي قدامك وتعزز في ثقته بنفسه، أمور كثيرة حلوة.